رجعنا تاني اهو. ال 3 وال 9 ال 3 وال 9 ال 3 وال 9 سيريز يبقوا 12. الون بس الماوس، يلون الماوس. ال 3 وال 9 دول 12، ال 3 وال 9 دول 12. ال 12 وال 12 بارلل، ال 12 وال 12 بارلل، يبقى التوتال بتاعهم 6. خلاص ال 2 وال 6 سيريز، ال 2 وال 6 سيريز يبقى التوتال بتاعهم 8. يبقى الار توتال خلاص جبناها 8. الار توتال خلاص جبناها اهي، خلاص بقت 8. الاي توتال، الاي اللي خارج من الباتري، في على الار توتال، الفي ب 24 والار توتال ب 8، يبقى الاي توتال ب 3 امبير. يبقى الاي اللي خارج من الباتري ب 3 امبير، الاي اللي خارج من الباتري ب 3 امبير. يبقى الاميتر ايه؟ ريد 3 امبير. الاميتر ايه؟ ريد 3 امبير. كمان بره ال 12 وال 12 بارلل، ال 12 وال 12 بارلل، التوتال بتاعهم 6. ال 6 مع ال 2، ال 6 مع ال 2 سيريز، يبقى الار توتال 6 بلس 2 يبقى 8 اوم. يبقى السيركت دي الار توتال بتاعتها 8 اوم. الار توتال 8 اوم. اقدر اجيب الاي اللي خارج من الباتري، الاي توتال. الاي توتال في على الار توتال. الفي ب 24 والار توتال قلنا ب 8، يبقى الاي اللي خارج من الباتري 3 امبير. جبنا خلاص الاي اللي خارج من الباتري. خلاص جبنا الاي اللي خارج من الباتري ب 3 امبير، 3 امبير. يبقى الاميتر ايه؟ هيقرا 3 امبير. الاميتر ايه؟ هيقرا 3 امبير. الاميتر ايه هيقرا التوتال كرنت 3 امبير. ال 3 امبير هتيجي هنا. هتلاقي هنا في 12 اوم. وهنا في 12 اوم. الريزيستا متساويه. لما تتساوى الريزيستنس يتساوى الكرنت. لما تتساوى الريزيستنس يتساوى الكرنت. يبقى هنا اي 1 اد اي 2، يبقى كان الاي التوتال اللي جاي هنا اللي قيمته 3 امبير. ال 3 امبير دي هتتقسم 1.5 امبير، 1.5 امبير. ليه الكرنت تتقسم بالتساوي؟ عشان الريزيستا متساويه. لما تتساوى الريزيستنس يتساوى الكرنت. الاي 1 هيبقى اد الاي 2 عشان الريزيستنس اد الريزيستنس. يبقى 3 امبير التوتال اللي خارج من الباتري، ال 3 امبير اللي طلعناه خارج من الباتري، ال 3 امبير هيجي هنا يتقسم ل 1.5 عشان الريزيستا متساويه تساوى الكرنت. طب لو كانت الريزيستا مش متساويه، كل حصه بقول لك في قانون اسمه الكرنت ديفايدر، شور هناخده الحصه الجايه. لما تبقى الريزيستا مش متساويه ازاي نحسب اي 1 لوحده، ازاي احسب اي 2 لوحده لو الريزيستا مش متساويه. وده خلاص عليه الدور بدا ان شاء الله في بدايه الحصه الجايه. فاحنا حريصين دلوقتي ان نخلي الريزيستا متساويه عشان الكرنت يتقسم بالعدل. ال 3 امبير اللي خارج من الباتري هيجي هنا يتقسم 1.5 و1.5 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 يتقسم نصين. يبقى الاي 1 اد اي 2 ايكوال 3 اوفر 2 1.5 امبير. بص كويس اللي انا عملته ده، واي حاجه عايز اقول لي. يبقى الاميتر ايه هيقرا 3 امبير، الاميتر اي 1 هيقرا 1.5، الاميتر اي 2 هيقرا 1.5، الاميتر اي 2 1.5، الاميتر اي 1 1.5، الاميتر اي هيقرا 3 امبير. الاميتر بيقرا الكرنت اللي داخل له. الاميتر اي 1 داخل له اي 1 يقرا اي 1 بس. الاميتر اي 2 داخل له اي 2 يقرا اي 2 بس. الاميتر اي بيقرا الكرنت اللي خارج من الباتري اللي هو الاي توتال. جيبها كده من فوق، بص خطوه خطوه اللي عايزه يقول لي. ال 3 وال 9 والله العظيم سيريز، والله سيريز 3 وال 9 شلتهم وحطيت بدلهم 12. ال 12 وال 12 بارلل شلتهم وحطيت بدلهم 6. واوعى تنسى ال 2 اللي على جنب دي. خلاص الاي في على الار توتال، البي 24 والار توتال طلعت بايد. يبقى الاي ب 3 امبير، يبقى الاي توتال 3 امبير، يبقى ده اللي هيقرا ايه. بعد كده الريزيستا في التو برانش ار ايكوال، الريزيستنس في التو برانش ار ايكوال. ما دام الريزيستنس ايكوال بعضها يبقى الاي ايكوال بعضه. ولو كانت الريزيستنس مش ايكوال بعضها في قانون هناخده الحصه الجايه يحسب لنا كل كرنت هيبقى كام.
هنا قد بعضها الحمد لله. يبقى اي 1 قد اي 2 يعني الاي توتال ديفايدد 2 يعني 3 على 2 يعني 1.5. واروح جاي بقى باحترام كده، ابقى محترم واكتب للراجل كده اقول له رايت الاميتر ايه 3 امبير، رايت الاميتر اي 1 هي رايت الاميتر اي 2 هي 1.5 امبير. لما الراجل يقول لك الريدنج بتاع الاميتر كام لازم تقول له ريدنج الاميتر يساوي كذا. ما تكتفيش ان انت تقول له الاي 1 بكذا الاي 2 بكذا، لا الراجل يزعل. لما يقول لك قرايه الاميتر اي 1 بكام لازم تقول له قرايه الاميتر اي 1 ايكوال كذا. ما تروحش تحسب الاي 1 بكام والاي 2 بكام وما تجيبش سيره الاميتر، وما تجيبش سيره الاميتر دي تضايق المصحح. هو بيسال قرايه الاميتر يبقى تقول له قرايه الاميتر ايكوال كذا، قرايه الاميتر ايه ايكوال كذا، قرايه الاميتر اي 1 ايكوال كذا، قرايه الاميتر اي 2 ايكوال كذا. لازم مساله تتكتم كده، ما تجيش تحسب اي 1 واي 2 واي وبالسلامه والراجل يتفرق هو يشوف بقى انهي اميتر بيقرا انهي اي. لا انت اللي هتتفرق مش هو. ناخد بالنا من الحاجات دي عشان مش عايزين ننقص عليها حاجات بدون داعي. لازم اختم المساله كده، اختمها كده حسبت اي 1 وحسبت اي 2 وحسبت اي، بس لازم اقول للراجل كل اميتر بيقرا مين، كل اميتر بيقرا مين. ما تقولش ما هي باينه، اه باينه ماشي باينه هيحط لك درجه مش باينه، انت حر بقى. بنكمل مسألة مشهورة جدا، والمسألة دي بتيجي بطريقتين في الامتحان يعني بيها صورتين، دي واللي بعدها، يعني هو راجل بيلعب في شكلها، بيلعب بس في شكلها. فما تقولش مسألتين مكررين، ما هي ليها منظرين، بيها منظرين آخر السنة. ده المنظر الأولاني بيديك رسمة كده بيقول لك البطارية دي الفي بتاعها ب 12، ريزيستنس 2 أوم 5 أوم، ريزيستنس مجهولة آر، ما ريزيستنس مجهولة اسمها آر. قال لي الكرنت اللي خارج من الباتري 2 امبير، الكرنت اللي خارج 2 امبير. يقول لي يا شاطر احسب الار المجهوله، احسب الار المجهوله، احسب لنا الار المجهوله، احسب الار المجهوله. حاجه كده، انا عندي في توتال وعندي اي توتال، عندي في توتال وعندي اي توتال. لو قسمت في توتال على اي توتال اجيب ار توتال. عندي في توتال في كله وعندي اي كله، لو قسمت في كله على اي كله اجيب ار كله. ار كله يعني ار توتال. يبقى الار توتال بتساوي في توتال على اي توتال. في توتال على اي توتال يعني 12 اوفر 2. 12 اوفر 2 يعني 6 اوم. يبقى الار توتال بتاع السيركت دي كلها 6 اوم. الار توتال بتاعت السيركت دي كلها 6 اوم. هو الار توتال بتاع السيركت دي عباره عن مين؟ الاثنين دول بارلل ماسكين بعض من ناحيتين. والايكويفالنت بتاعهم سيريز مع 2. الاثنين دول بارلل والريزلتنت بتاعهم سيريز مع التو. يعني اقدر اقول الار توتال بقت الاثنين دول بارلل سيريز مع التو، يعني 2 بلس دول بارلل البرودكت على الصم، البرودكت على الصم 5 ار على 5 بلس ار. احنا بقى كبرنا خلاص على السيريز والبارلل، بقى حاجات كتير ينفع نعملها دلوقتي بعيننا وهي اكسبتد اخر السنه، اكسبتد اخر السنه. خلاص بقى الار توتال ده عباره عن اثنين بارلل ومعاهم واحده سيريز. الار توتال هيبقى 2 بلس دول بارلل برودكت على الصم 5 ار على 5 بلس ار. بس الار توتال انا حسبتها ب 6، عوض عن الار توتال ب 6 ايكوال 2 بلس 5 ار على 5 بلس ار. ودي ال 2 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف 6 ماينس 2 بقت 4 هتساوي 5 ار على 5 بلس ار. ماشي بقى يلا، كان ال 4 تحتها 1، كان ال 4 تحتها 1 وكروس مالتيبليكيشن، هيبقى 5R equal 4 في 5 ب 20 و4R. ودي 4R الناحيه الثانيه بالنيجاتيف تبقى 5R minus 4R يعني R. يبقى الR هتساوي 20 اوم، الR المجهوله طلعت ب 20 اوم. احفظ لما يبقى عندك الفي توتال والاي توتال اجيب R توتال. في توتال واي توتال اجيب R توتال. 12 اوفر 2 بقت 6، يبقى الريزلتنت دي السيركت دي كلها التوتال ريزلتنت بتاعتها الايكوفرنت ريزلتنت 6. طب هي السيركت دي فيها كام ريزلتنت؟ فيها 3، 1 2 3، 2 بارلل والتوتال بتاعهم سيريز مع ال 2. دول بارلل التوتال بتاعهم برودكت على صم وسيريز بعد كده مع ال 2 بلس ال 2، كانت تقول ار 1 بلس ار 2. وكمل ماس الار توتال ب 6 وخلصها ماس تطلع الار الانون ب 20 اوم. بص كده ليها كويس.
على طول الار توتال، في توتال اللي هو بتاع البتري، على الاي توتال اللي خارج من البتري. نفس المساله بتيجي بالمنظر ده، منظر تاني برضه بيجي في الامتحان بالمنظر ده. قال لي دي 5 اوم ودي ار المجهوله، ما تقولش المساله مكرره، ما انا بطلع ادالك مكرره عشان تبقى شفت شكلها، عشان تبقى شفت شكلها. 5 اوم وار اوم و8 اوم الفيديو 120 والار سمول بزيرو. بيقول لي الار، بيقول لي هنا البطاريه دي خرج منها كرنت 10 امبير. لازم تبص كويس جدا على الرسومات، ده يبقى في جيفن انت مش شايفه. لازم اخد بالي الفي بي 120 فولت، الار سمول بزيرو، الكرنت هنا 10 امبير، الار دي مجهوله ودي 5 اوم ودي 8 اوم. بيقول لي هات الار المجهوله، هات الاي المجهوله، هات الاي المجهوله. اقول كده الاي ايكوال في بي على ار توتال بلس ار سمول، الاي ايكوال في بي على ار توتال بلس ار سمول. الاي جيفن ب 10، الفي بي جيفن ب 120، الار توتال ما اعرفش، والار سمول بزيرو. كروس مالتيبليكيشن جبنا الار توتال طلعت 12 اوم، يبقى السيركت دي كلها التوتال بتاعها 12 اوم. هي السيركت دي فيها كام ريزيستر؟ فيها ثلاثه، دول باراليل الار وال5 باراليل، الار وال5 باراليل، دول كده باراليل ار وال5 باراليل، وبعد كده سيريز مع ال8 الار وال5 باراليل، وبعد كده سيريز مع ال8 الار توتال هنا الار وال5 باراليل، يبقى 5 ار على 5 بلس ار، والتوتال بتاعهم سيريز مع الايد يبقى بلس الايد. الار توتال جبناها ب 12، يبقى اشيل ار توتال واحط 12، 8 بلس 5 ار على 5 بلس ار، وادي 8 الناحيه الثانيه بالماينس، 12 ماينس 8 يعني 4، 5 ار على 5 بلس ار كروس مالتيبيكيشن، كان ال 4 برضه تحتها 1، يبقى 5 ار ايكوال 4 في 5 ب 20، 4 ار، وادي ال 4 ار الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، 5R minus 4R يعني R ب 12 ب 20 اوم، يبقى الR ب 20 اوم. على طول الI equal VB على R total plus R small، الI ب 10 لازم ابقى شايفه، الVB 120، الR total ما اعرفش والR small بزيرو. من هنا جبنا الR total، والR total دي عباره عن الريزلتنت بتاع ثلاثه ريزيستنس، ال 8 والR المجهوله وال 5. الR total 8 بلس 5R على 5 بلس R عشان ال 5 والR دول باراليل، وشوية ماش قليلين كده تخلص المسألة. دول الصورتين بتاعت النوع ده من المسائل. تمام؟ مسألة بالشكل ده، باتري الفي بي بتاعها مجهول، هيطلب مني احسبه بعد شوية، الار سمول بزيرو، ريزيستن 2 اوم، معاه فولتميتر على الانباراليل، ريزيستن 4 اوم، ماشي فيها كارنت 2 امبير، ال 2 امبير دول ماشيين بس في ال 4 اوم، ريزيستن 2 اوم، ماشي فيها كارنت مجهول اي 2، الاي 2 مجهول، بس الاي 1 جيفن 2 امبير. الريزيستور كتاب الفاليو بتاعتها مديهاني، الار 2 ب 2 اوم، الار 1 ب 4 اوم، ودي 2 اوم، وفولتميتر. في المساله عايزني احسب له الفي بي بتاع الباتري بكام؟ ورقه الفولتميتر كام؟ الفي بتاع الباتري بكام؟ ورقه الفولتميتر بكام؟ في الاول خالص انا عايزك تعرف احنا عايزين نعمل ايه؟ انا عايز اجيب الفي بي. عايز اجيب الفي بي، الفي بي مش هيتجاب غير من هنا. شوف انا سبت دول كلهم ونزلت تحت. الفي بي هيتجاب من اي ايكوال في بي على ار توتال بلس ار سمول. عشان اجيب الفي بي لازم الاي توتال يبقى معايا. يبقى انا محتاج احسب الاي توتال. والار توتال تبقى معايا. محتاج احسب الار توتال. والار سمول على حسب ما يديها لك، هو هنا مديها لي صفر. يبقى انا نطيت ده كله عشان اعرف انا هعمل ايه. هو عايزني احسب له الفي بي. الفي بي بيتجاب من القانون ده. عشان اجيب الفي بي لازم يبقى معايا الاي توتال اللي خارج من الباتري، لازم يبقى معايا الاي توتال اللي خارج من الباتري وهيتجزأ كده وبعدين يتلم تاني ويخش في التقوم ويرجع للباتري. لازم يبقى معايا الاي توتال ولازم يبقى معايا الار توتال. تعال نشوف ازاي نجيب الاي توتال والار توتال، يبقى هطلع فوق تاني، هطلع فوق تاني. ابص كده الار 1 والار 2، الار 1 والار 2 دول باراليل عشان ماسكين بعض من الشمال ومن اليمين.
الار 1 والار 2 دول بارلل، الار 1 والار 2 دول بارلل ماسكين بعض من ناحيتين، ما دام بارلل يبقى في 1 اد في 2، في 1 اد في 2، الار 1 والار 2 بارلل يبقى في 1 اد في 2. الفي 1 اي 1 ار 1، الفي 2 اي 2 ار 2، يبقى اي 1 ار 1 ايكوال اي 2 ار 2. الاي 1 جيفن ب 2، الار 1 جيفن ب 4، الاي 2 انون والار 2 ب 2، يبقى ده تحسب الاي 2 8 اوفر 2، يبقى الاي 2 ب 4. جبنا كده الاي 2 ب 4. طب هو الاي اصلا اللي خارج من الباتري ده اي 1 بلاس اي 2، الاي اللي خارج من الباتري ده اصلا اي 1 بلاس اي 2، يبقى اقدر اجيب الاي اي 1 بلاس اي 2. الاي 1 كان جيفن ب 2، الاي 2 لسه حاسبينه ب 4، يبقى الاي 2 بلاس 4 يبقى 6، الاي 2 بلاس 4 يبقى 6، يبقى جبنا خلاص الاي توتال. خلاص كده جبنا الاي توتال، جبنا خلاص الاي توتال، لسه الار توتال، لسه الار توتال. كمان مره الار 1 والار 2 دول بارل ماسكين بعض من الشمال ومن اليمين، يبقى ال في 1 اد ال في 2، يبقى اي 1 في ار 1 اد اي 2 في ار 2، اي 1 في ار 1 اد اي 2 في ار 2. اعوض الاي 1 ب 2، الار 1 ب 4، الاي 2 ما اعرفش، والار 2 ب 2. جبنا الاي 2 خلاص، معايا الاي 2، جبنا الاي 2، وانا اصلا كان معايا الاي 1. طب ما هو الاي توتال هو اي 1 بلس اي 2، الاي توتال هو اي 1 بلس اي 2، 2 بلس 4 6 امبير. جبنا خلاص الاي توتال الحمد لله. انا دلوقتي ممكن اجيب الاي فولتميتر ده على طول ازاي؟ ما هو الاي 1 والاي 2 هيقابلوا بعض هنا، يتجمعوا ويخرجوا تاني اي. الاي 1 والاي 2 هيجوا هنا يتجمعوا ويخرجوا تاني اي، يبقى الاي يبقى اللي ماشي هنا ده الاي التوتال اللي هو ب 6، اللي هو ب 6. الاي فولتميتر الاي في الار، الاي في الار، الار اللي حوالين الفولتميتر بس اللي هي 2 اوم. الفولتميتر بيقرا بوتنشال ديفرنس من هنا لهنا بس، يبقى الاي اللي ماشي في الحته دي في الار بتاعت الحته دي بس، يبقى الفي هي الاي في الار. الاي ب 6، الاي لسه حاسبينها ب 6، والار دي اللي هي 2 6 في 2، يبقى الفولتميتر ده هيقرا 12 فولت. الفولتميتر هيقرا 12 فولت. الفولتميتر بيقرا بوتنشال بس من هنا لغايه هنا، يبقى البوتنشال من هنا الاي اللي ماشي هنا في الار بس ما بين هنا وهنا اللي هي 2 اوم، يبقى الفي الاي في الار، الاي ب 6 والار من هنا لهنا ب 2، يبقى الفولتميتر ريد 12 فولت. تبقى محترم وتكتب الفولتميتر ريد 12 فولت، ما تقولوش الفي ايكوال 12 وتروح، لازم تكتب كده الفولتميتر ريد 12 فولت. لسه ما جبناش الفي بي، انا قلت عشان اجيب الفي بي لازم اجيب الار توتال، لازم اجيب الار توتال. يلا نجيب الار توتال. بص هنجيب الار توتال ازاي؟ الفور والتو دول بارلل، الفور والتو بارلل ماسكين بعض من ناحيتين. التوتال بتاعهم لما احطه هيبقى سيريز مع التو. الفور والتو دول بارلل، التوتال بتاعهم برودكت على الصم، لما اشيلهم واحط واحده مطرحهم هنا الواحده دي تبقى سيريز مع التو. يعني الار توتال دول بارلل هيبقى برودكت على الصم 4 في 2 على 4 بلس 2، واللي هيطلع سيريز مع التو دي، اللي هيطلع سيريز مع التو دي، يبقى الار توتال 3.33 اوم. جبنا الار توتال خلاص، جبنا الار توتال خلاص. اعوض بقى الاي ايكوال في بي على الار توتال بلس ال سمول. الاي توتال جبناه ب 6، الفي بي عايزه الار توتال 3.33 والار سمول هو قايل لك ب 0. كروس مالتيبليكيشن يبقى الفي بي 6 تايمز 3.33 يطلع 20 فولت. خلصت خالص. خد بالك الار توتال هنا 3 ريزيستنس، ال 4 اوم، ال 2 اوم، ال 2 اوم. ال 4 وال 2 دول بارلل، الريزلتنت بتاعهم برودكت على الصم، واحط الريزلتنت هنا، الريزلتنت اللي احطه هنا هيبقى سيريز مع 2، هيبقى سيريز مع 2، يبقى التوتال ريزلتنت دول بارلل برودكت على الصم، واللي يطلع بلس ال 2، يبقى التوتال 3.33 ده الار توتال. وعوض واجيب الفي بي. بص لها كويس. الاي هيخرج من الباتري 6 امبير، هيتوزع هنا كده 2 امبير و 4 امبير. ال 2 وال 4 هيجوا يتقابلوا سوا ويخرجوا تاني 6. هيمشي هنا 6 ويرجع للباتري تاني 6. خرج من الباتري 6 لازم يرجع في الاخر للباتري 6.
خرج كرنت من الباتري 6 لازم يرجع في الاخر من الناحيه الثانيه 6. ال 6 هتدينا تتقسم ل 2 و 4 وبعدين يتلموا ثاني ويبقوا 6 ويرجعوا للباتري ثاني 6. ليه دول بارلل؟ ماسكين بعض من الشمال وماسكين بعض من اليمين والكرنت يتوزع بينهم. ولو شلتهم خلاص وحطيت واحده بدلهم هتبقى هنا. هتبقى سيريز مع التو اوم دي. تمام؟ نكمل. يا ريت لما تيجي تحل تبقى واخد بالك من الريدنج بتاع الفولتميتر، ريدنج الاميتر، الحاجات دي مهمه جدا. وكلمه ار توتال صح، ار ايكوفلنت صح، ار ريزلتنت صح، ار وخلاص صح. كتاب المدرسه بيكتبها ار وخلاص، في مدرسين بيكتبوها ار ايكوفلنت، انا بحب اكتبها ار توتال براح. الكتاب المدرسه بيكتبها ار وخلاص، فانت حاول اكتبها زي ما انت عايز، كله صح. هناخد نوع تاني من المسائل، نوعيه تاني من المسائل عشان تعرف تحلها كويس. لازم كلمه واحده تعرفها. امتى الريزلت تبقى سيريز؟ لو ماشي فيها نفس الكرنت. امتى الريزلت تبقى بارلل؟ لو عليها نفس البوتنشال. الجمله دي اللي هنحل بيها الاربع مسائل اللي جايين، في اربع مسائل على الجمله دي. امتى يبقوا سيريز؟ لو سيم كرنت باس رو زيم. يعني لو حسبت الكرنت هنا وحسبت الكرنت هنا ولقيته متساوي على طول، انا مهمد دول سيريز. لو حسبت البوتنشال هنا وحسبت البوتنشال هنا ولقيته متساوي على طول اقول دول بارلل. كمان مره. الفكره دي عليها اربع مسائل. لو حسبت الكرنت هنا والكرنت هنا وطلع ذا سيم، اغمض عيني واقول دول سيريز. لو حسبت البوتنشال هنا وحسبت البوتنشال هنا وطلعهم ذا سيم، اغمض واقول دول بارلل. هنشوف حالا المسائل اللي على هذه الفكره. بص كويس اللي انا قلته قبل ما اكمل. لو الكرنت ذا سيم يبقوا سيريز، لو الفولت ذا سيم يبقوا بارلل. هنعمل منها اربع مسائل، شغلانه كبيره جدا بقى من الجملتين دول بس. يلا نشوف. هنا بقى سعادتك اللي هترسم، خلاص مش هيرسم هو، انت اللي هترسم. قال لك بس اخبي بس الكتابه. قال لك بص تحت، قال لك عندنا ثلاثه ريزيستنس 5 اوم 4 اوم 12 اوم. ثلاثه ريزيستنس 5 و4 و12 اوم ماشي فيهم كرنت بالترتيب 0.4 امبير ماشي بال5، 0.3 امبير ماشي بال4، 0.1 امبير ماشي بال12 ريسبكتيفلي. ريسبكتيفلي يعني بالترتيب، يعني ال5 اوم ماشي فيها 0.4 امبير، ال 4 اوم ماشي فيها 0.3 امبير، ال 12 اوم ماشي فيها 0.1 امبير. هي ده معنى كلمه ريسبكتيفلي بالترتيب بس خلاص. يقول لي يلا يا شاطر قول لي الثلاثه ريزيستنس دول متوصلين مع بعض ازاي؟ ارسم متوصلين ازاي؟ وبعد ما ترسم احسب الار توتال، احسب الار توتال. هنا انت جنابك اللي هترسم 5 اوم 4 اوم 12 اوم ثلاثه ريزيستنس ماشي فيهم كرنت ريسبكتيفلي 0.4 امبير ماشي بال5، 0.3 امبير ماشي بال4، 0.1 امبير ماشي بال12. يقول لي تخيل دول ممكن يكونوا متوصلين ازاي؟ وبعد ما ترسم توصيلهم احسب الار توتال بتلتزم باللي هقول لك عليه تعمله. طبعا هو اخر السنه بيجي لك تشوز بقى، بس انت بتعمل في درافت اللي انا بقول لك عليه ده، اللي انا بقول لك عليه ده هتعمله في درافت، هيتعمل في درافت. وكل الاحتمالات الخطا اللي انت ممكن تقع فيها هتلاقي في اختيارات رقم موجود، بحيث ايه تفرح ان ده انت لقيت الرقم يوم يطلع الرقم دوت غلط. يعني الراجل بيشوفك انت هتعملهم ازاي، ممكن تغلط في ايه، ويحسب الغلط ويحط لك رقم في الشوز برضه في الغلط ده. اروح جاي عامل كده النظام حلو قوي في الدرافت هتعمل الكلام. تقول اه دي 5 اوم دي 4 اوم دي 12 اوم الكرنت اي بالترتيب 0.4 امبير 0.3 امبير 0.1 امبير. بطلع جبن كده في الدرافت كنا زمان بنعمله في الورقه ناخد عليه درجات خطوات، ما بقاش فيه الكلام ده. خلاص رصيت الار رصيت الاي، اجيب الفي.
ال V equal IR، ال V equal IR. ال I في ال R، 0.4 في 5 يبقى 2 فولت. 0.3 في 4 بقى 1.2 فولت. 0.1 في 12 بقى 1.2 فولت. يلفت نظري الريزيتا 4 اوم و12 اوم عليهم نفس البوتنشال. يلفت نظري ان ال 4 اوم وال 12 اوم عليهم نفس البوتنشال 1.2 فولت 1.2 فولت. لما الريزيستنت عليه يبقى البوتنشال هي تساوى، تبقى الريزيستنت دول بارلل كده. البوتنشال على ال 4 اوم والبوتنشال على ال 12 اوم تساوي، لما يتساوى البوتنشال تصبح الريزيستنت بارلل. يبقى ال 4 وال 12 بارلل. البوتنشال على ال 5 مختلف عنهم، تبقى 5 مش بارلل معاهم، مش بارلل معاهم، تبقى سيريز معاهم. دول بس اللي بتمشي عليهم متساوي. يبقى دول بس ال 4 وال 12 اللي بارل مع بعض. ال 5 اوم البوتنشال عليها مختلف. ما دام البوتنشال عليها مختلف تبقى هي مش بارل معاهم، مش بارل معاهم تبقى هي سيريز معاهم. يبقى الرسمه اهي. خلاص؟ ال 4 اوم وال 12 اوم عليهم نفس البوتنشال. يبقى ال 4 وال 12 بارلل. ال 5 اوم البوتنشال عليها مختلف. تبقى مش باين معاهم تبقى سيريز معاهم. يبقى الحمد لله رسمنا الرسمه خلاص. ال 5 اوم اهي ماشي فيها 0.4 امبير. ال 4 اوم اهي ماشي فيها كرنت 0.3 امبير. ال 12 اوم اهو ماشي فيها كرنت 0.1 امبير. رسمنا الرسمه زي الفل، رسمت خلاص. بيقول لي بعد ما ترسمها احسب الار توتال، احسب الار توتال. ابص كده الاثنين دول بارلل، التوتال بتاعهم برودكت على صام، واللي هيطلع سيريز مع الفايف. يبقى الار توتال خلاص، واحنا بقى كبرنا في الحساب خلاص، كبرنا بنعملها في خطوه واحده. الفور وال 12 بارلل، يبقى البرودكت على الصام 4 في 12 على 4 بلس 12، واللي يطلع سيريز مع الفايف 4 في 12 على 4 بلس 12 ده 3 بلس 5 يبقى 8 اوم. خلصت المساله خالص. بص لها كويس عشان في طريقه اخرى للحل. يا ريت لو حد يعرف الطريقه الاخرى للحل يفتح المايك ويقول لي. ولا واحد معقول؟ عيب عليكم. يا ياسمين انا مبسوط بيك قوي يا ياسمين والله، حالك واجب حلو جدا. الواجب كان مساله صعبه والحمد لله كنت ممتازه فيها. ايه مفيش اي حد؟ هي بس ما عندكش طريقه ثانيه للحل؟ مؤمن مفيش اي طريقه ثانيه؟ طب في طريقه ثانيه، بس الطريقه الاولى كده بانت. النوع ده من المسائل اللي انت بترسم فيه بترصها كده، بترصها كده ار اي 5 اوم 4 اوم 12 اوم وبعدين 0.4 امبير 0.3 امبير 0.1 امبير وتحسب الفي. لما الفي يتساوى يبقى الريزيستنس بارلل، لما البوتنشال يتساوى يبقى الريزيستنت بارلل، واللي البوتنشال بتاعها مختلف تبقى مش بارلل، مش بارلل تبقى سيريز معاهم. في طريقه ثانيه لحل المساله دي اهو. الطريقه الثانيه طريقه البحلقه، تبحلق. يلفت نظرنا ان ال 0.4 امبير دي عباره عن 0.3 امبير بلس 0.1 امبير. يلفت نظري ان ال 0.4 امبير دي عباره عن 0.3 بلس 0.1. طب دي استفيد بايه من ال 0.4 بلس 0.1؟ اهو استفيد كده، اهو استفيد كده ان ده ال 0.4 ده عباره عن 0.3 و 0.1. ال 0.4 ده عباره عن 0.3 و 0.1. خلاص يا حبيبي ال 0.4 ماشيه في مين؟ لو طلعنا فوق تاني هتلاقيها ماشيه في ال 5 اوم. ال 0.3 ماشيه في مين؟ هتلاقيها ماشيه في ال 4 اوم. البوينت 1 ماشيه في مين؟ ماشيه في ال 12. افكرك تاني واطلعك فوق. نفتكر تاني ونطلع فوق اهو. يطلع فوق اهو. كانت البوينت 4 ماشيه في ال 5. والبوينت 3 ماشيه في ال 4. والبوينت 1 ماشيه في ال 12. انا لفت نظري ان بوينت 4 هي بوينت 3 بلس بوينت 1. لفت نظري ان البوينت 3 هي بوينت 4، البوينت 4 هي بوينت 3 بلس 0.1. اهو اهو البوينت 4 ده 0.3 بلس 0.1.
البوينت 4 قلنا ماشي لقينا فيها ماشيه في 5 والبوينت 3 ماشيه في 4 والبوينت 1 ماشيه في 12 يبقى قدرت ارسم الكونكشن باسلوب اخر. النوع ده من المسائل لازم تبحلق في الارقام، لازم تبحلق في الارقام، وادينا بنجمع لك افكار. خلاص بقت ال 4 وال 12 بارلل واللي يطلع سيريز مع ال 5، بقت التوتال ال 4 وال 12 برودكت على الصم واللي يطلع سيريز مع ال 5، خلصت المساله خالص بالطريقتين بتوعها. دي الطريقه الثانيه اهي، زي ولا واحد فيكم عارف يعرفها، عيب عليكم. البوينت 4 عباره عن بوينت 3 بلس بوينت 1. المسألة اللي بعدها برضو انت اللي بترسم. ثلاثة ريزيستنس 20 اوم 40 اوم 60 اوم متواصلين مع سورس 200 فولت. متواصلين مع بطارية 200 فولت. بيقول لي اذا كان، ايوه يا مريم، مريم هو عايزه حاجه. ايوه هو لو انا لقيت، ايوه انا بقول اهو، لو لقيت يعني لو ما لقيتش في اثنين مجموعه واحد يبقى ثلاثه بالسيريس. طبعا. طب بص يا مريم، ممكن تاجلي سؤالك شويه لما خلص اربع مسائل. ماشي معايا؟ يعني اجلي شويه لما نخلص اربع مسائل. المهم في النهايه لازم هيبقى في شعره تعرفك الكونكشن ايه، سامعني؟ ولازم هيبقى فيهم سيريز وبارلل. يعني ما هو اصل الراجل مش عبيط، لازم هيبقى فيهم سيريز وفيهم بارلل، وهيبقى كده في كده حاجه كده عايز الواد اللي بيبحلق كويس يقدر من تركيزه على الارقام يقدر يعرف على طول الكونكشن عامل ازاي بالتدريب. يعني بالتدريب والحل الكتير على الحاجات اللي تبقى سهله قوي. نزلي بقى ايدك لو ما عندكيش سؤال عشان ابقى عارف لما ترفعي ايدك تاني. المساله اللي بعدها 20 اوم و40 اوم و60 اوم متواصلين مع سورس مع باتري 200 فولت. بيقول اذا كان البوتنشال ديفرنس كان 200 فولت و80 فولت و120 فولت بالترتيب ريسبكتيفلي. يعني ايه ريسبكتيفلي؟ يعني ال 20 اوم البوتنشال حواليها 200 فولت، ال 40 اوم البوتنشال حواليها 80 فولت، ال 60 اوم البوتنشال حواليها 120 فولت. هو ده معنى كلمه ريسبكتيفلي بالترتيب. ثلاثه ريزيستنس 20 اوم 40 اوم 60 اوم متواصلين مع باتري 200 فولت، البوتنشال حواليهم بالترتيب ال 20 اوم حواليها بوتنشال 200 فولت، ال 40 اوم حواليها بوتنشال 80 فولت، ال 60 اوم حواليها بوتنشال 120 فولت. بس خلاص. واللي يقول لي دول يتوصلوا ازاي واحسب الار توتال. ابقى راجل محترم كده في الدرافت، هعمل الاتي. اطلع الجيفن تاني الار 20 40 60 20 40 60 الفي البوتنشال بالترتيب 200 فولت 80 فولت 120 فولت 200 فولت 80 فولت 120 فولت كده الار والفي عندي. اجيب الاي، بس خد بالك الاي في على ار، الاي في على ار 200 على 20 يبقى 10 امبير، 80 على 40 يبقى 2 امبير، 120 على 60 يبقى 2 امبير. جبت الاي خلاص. يلفت نظري ان ال 40 اوم وال 60 اوم ماشي فيهم نفس الكرنت. ال 40 وال 60 اوم ماشي فيهم نفس الكرنت 2 امبير. امتى الكرنت يبقى واحد؟ لما يبقوا سيريز. امتى بيبقى الكرنت ذا سيم؟ لما يبقوا سيريز. يبقى ال 40 وال 60 سيريز مع بعض عشان ماشي فيهم نفس الكرنت. ال 20 اوم ماشي فيها كرنت مختلف، يبقى ال 20 اوم مش سيريز معاهم، مش سيريز معاهم تبقى بارلل معاهم. خلاص. ده الار وده الفي بالترتيب ريسبكتيفلي. يا مؤمن خد بالك من كلمه ريسبكتيفلي، يعني بالترتيب ال 20 معاها 200، ال 40 معاها 80، ال 60 معاها 120. احسب الاي، والاي خدوا بالكم فيه على ار، فيه على ار، فيه على ار. 200 على 20 ب 10، 80 على 40 ب 2، 120 على 60 ب 2. الاقي ان ال 40 اوم وال 60 اوم ماشيهم نفس الكرنت. يبقى ال 40 وال 60 كاري ذا سيم كرنت. يبقوا الاثنين دول سيريز، ال 40 وال 60 سيريز ماشيهم نفس الكرنت.
ال 20 اوم بس كانت مختلف تبقى مش سيريز معاهم، مش سيريز معاهم تبقى بارلل معاهم. يبقى ده الوضع بتاعنا خلاص، ده 40 وال 60 ماشي فيهم كارنت 2 امبير، وال 20 اوم ماشي فيها كارنت 2 امبير. بقى هو ده الرسمه بتاعتي. عايز اجيب له الار توتال ال 40 وال 60 سيريز يبقوا 100 100 100. ال 100 بارلل مع ال 20، ال 100 بارلل مع ال 20 يبقى الار توتال ال 100 وال 20 بارلل يبقى برودكت على صم 100 في 20 على 100 بلس 20 يبقى 16.66 اوم. ممكن انا اسالك سؤال اضافي بس مش موجود في الفيديو ومش موجود في الشيت، ان اقول لك الاي توتال بكام؟ الاي توتال بكام؟ الاي توتال هنا الاي توتال بكام؟ تقول لي 10 بلس 2 الاي توتال 10 بلس 2 الاي توتال بكام؟ 10 بلس 2 يبقى الاي توتال 12 امبير. خلصت. كل شويه هتلاقي فكره تانية تدلك هما واصلين ازاي. كان ممكن يا مريم يلفت نظري حاجه، ان H120 مجموعهم 200 80 و120 مجموعهم 200، مش دي عليها 80 فولت ودي عليها 120 فولت؟ يبقى من هلال هنا الفولت في 1 بلس في 2 80 و120 200، يبقى من هلال هنا 200. طب ما ال 20 اوم عليها 200، طب ما ال 20 اوم من هنا لهنا هيبقى عليها 200، يبقى برضه الكونكشن جيت له بطريقه البوتنشال ديفرنس. ال 40 اوم وال 60 اوم 80 فولت و120 فولت، يعني لو دي 80 ودي 120 يبقى من هلال هنا 200 فولت. طب ما ال 20 اوم عليها 200 فولت، يعني لو حطيت ال 20 اوم هنا هيبقى عليها برضه 200 فولت، يبقى الكونكشن اهو برضه صح. لازم تبحلق في الارقام كويس. الارقام لازم هتدلني، لازم هجيب لي ارقام تدلني، ولازم هيبقى فيهم سيريز وبارلل. تمام ولا ايه؟ طيب. المساله دي كانت في امتحان التجربه السنه اللي قبل اللي فاتت، يعني امتحان التجربه الوزاره كده في شهر 5 بتنزل امتحانات على النت على شكله امتحان اخر السنه. هو يعني ايه امتحان تجربه؟ يعني هم اخر السنه بيعملوا بيحطوا ثلاث امتحانات ثانويه عامه، ثلاث امتحانات ثانويه عامه. بيشدوا امتحان منهم راندوم ويطبعوه ويبقى هو ده الامتحان اللي الناس هتمتحنه. طب الامتحانين بقى التانيين، الامتحانين التانيين بيبقوا احتياطي. لا يتسرب الامتحان الاصلي فيبقى عندهم امتحانات موجوده تتبع بسرعه بتتوسع. طب الامتحان الاساسي ما تسربش. الامتحانين اللي كانوا سبير دول احتياطي هيتعمل فيهم ايه؟ ينزلوهم السنه اللي بعدها على النت، الطلبه يشوفوا كان ممكن يجي لهم ايه. يعني كل سنه اللجنه اللي بتحط الامتحانات في شهر مارس بيحطوا ثلاث امتحانات ثانويه عامه. بعد ما بيتحطوا بيتشد امتحان منهم عشوائي وده اللي هو الطلبه هتمتحنه. ويتبقى امتحانين تانيين اسبير. اسبير يعني احتياطي. لا يحصل اي تسريب ولا حاجه يبقى في واحد تاني موجود اثنين تانيين موجودين يتبقى بسرعه. طب ما حصلش تسريب هيرموهم في الزباله الامتحانين دول؟ لا. بينزلوهم السنه اللي بعدها على النت للطلبه يتدربوا عليهم. فهم ده معنى كلمه امتحان التجربه، امتحان التجربه. فدي كانت المساله ديت في امتحان التجربه كده من حوالي سنتين ثلاثه. قال لي عندي اربعه ريزيستنس، انا هشتغل على تحت احسن، اربعه ريزيستنس 4 اوم 2 اوم 6 اوم 8 اوم. اربعه ريزيستنس 4 اوم 2 اوم 6 اوم 8 اوم. بيقول لي قول لي دول ممكن يتوصلوا ازاي؟ بحيث الكرنت اللي يمشي في ال 4 اوم يبقى قيمته دبل الكرنت اللي بيمشي في ال 2 اوم. الاربعه ريزيستنس دول اللي انا نزلتهم تحت 4 اوم 2 اوم 6 اوم 8 اوم. قال لي الكرنت اللي ماشي في ال 4 اوم دبل الكرنت اللي ماشي في ال 2 اوم. قول لي دول يتوصلوا ازاي؟ يعني لو انا افترضت ان الكرنت اللي في ال 4 اوم اي يبقى اللي في ال 2 اوم هاف اي. ما هو قال لي الكرنت اللي ماشي في ال 4 اوم دبل الكرنت اللي ماشي في ال 2 اوم، الكرنت اللي ماشي في ال 4 اوم دبل الكرنت اللي ماشي في ال 2 اوم، يعني لو هنا اي